اليوم الاثنين 27/2/2017 تم استهداف مدينة أريحة منذ الصباح الباكر، منذ ساعات الصباح الباكر بصواريخ حربية روسية ارتجاجية، مما أدى إلى سقوط مبنيين تامين، مما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى بالعشرات. من يوم التالي على التوالي تتعرض مدينة أريحة إلى قصف عنيف من الطيران الحربي والروسي، وقام منذ اليوم في فجر الصباح الباكر قصف مدينة أريحة بثلاث غارات، أدى إلى دمار كبير من المباني المدنيين. ومثل ما أنك شايف في الدمار استخرجنا 13 شهيد وخمس جرحى، ولسه في لدينا 18 مفقود وما زال العمل مستمر. طلعنا خمس أحياء.